السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This training session is entitled Situated Conversations, Teaching Multiple Skills. Teaching Multiple Skills. My name is Hisham Abu Mustafa. I am an Edudam Tesla's consultant and master trainer, lecturer in English linguistics, executive of the Department of English Language and Translation at Qassim University. Have Bachelor of Education, Bachelor of Arts, Master of Arts in Linguistics, Political Discourse Analysis, PhD candidate in Cognitive Semantics and CDA, Critical Discourse Analysis, Banha University, Honorary Membership of the Egyptian Translators and Linguists Association. يشرفني ان انا اكون مع حضراتكم النهارده ونتكلم عن موضوع جميل مش من ناحية واحدة، هنتكلم عنه من أكتر من ناحية. أولاً situated conversations. What the meaning of situated conversations? Situated conversations means that the conversations that we have in our everyday life must be studied in a situation, in context. Okay. يبقى أول حاجة بعرفها إن أنا بتكلم على الconversations ليست فقط كconversations بمعنى إن أنا بدرس محادثة لغرض إجابة على مجموعة من الأسئلة زي ما بتيجي في الامتحان بشكل تحريري، لا، أنا بدرس المحادثة يعني a conversation as it is used in everyday life. Okay, so when I teach a conversation I should teach the students who is speaking, to whom, where, the whole situation. Okay, يعني مين اللي بيتكلم مع مين، امتى، مكان في، العلاقة ما بينهم ايه، ازاي الكلام ده بيتقال، مش مجرد قراية. لان البعض بيتعلم المحادثة على اساس ان هي نوع من الرايتنج، على ان هي بتيجي في الامتحان بشكل رايتنج، فبيعتمد على ان هو بيكتب، اهم حاجة انت تكتب الاجابة صحيحة والسبيلنج صح. لكن المحادثة المنطقي بتاعها ان هي something spoken. Okay. فيمكن في دراسة تحليل الخطاب اول حاجة كانت مهمة جدا في دراسة تحليل الخطاب واللي هي اثرت فيه كانت الconversation analysis وتحليل المحادثات، تمام؟ لان المحادثة ديت هي اهم عنصر من عناصر اللغة البشرية، لأن كلنا بنعمل محادثات. We all have conversations. Every day we have conversations. Okay. We cannot live without having conversations. يعني لو أنت قعدت من غير ما تعمل محادثات مع البشر اللي حواليك يبقى في مرض بقى أو حاجة، يبقى خلاص وصلت المرحلة يعني أقصى عقوبة بيدوها للسجين اللي هو يعني شديد الإجرام، بيبقى إيه؟ اللي هو الحبس الانفرادي. تمام؟ يعني دي أقصى عقوبة. ليه؟ لأن إحنا بطبيعتنا كبشر we are social beings. okay، إحنا كائنات اجتماعية، عايزين نتكلم، عايزين نعمل حوار، عايزين، فديت ما فيش حد فينا ما بيعملش محادثات يومية. تمام؟ يبقى situated conversation عشان أدرسها يبقى لازم إنها تكون in a situation. طيب من خلال الconversation أنا هنا ما بستخدمهاش كهدف في حد ذاتها فقط، إن أنا بدرس محادثة وإن أنا أعلم الطالب إزاي لما يلاقي السؤال الفلاني يجاوب بالإجابة الفلانية المحفوظة، لكن لأ، ده أنا بعلمه من خلالها multiple skills. Teaching multiple skills. Okay؟ يعني أنا بعلمه مهارات مختلفة من خلال إيه؟ المحادثة الحياتية دي. تمام؟ يبقى أنا هنا المحادثة في حد ذاتها شيء مهم جدا، لكن مش بس كده، لا، ده انا عايز اوصل منها لايه، لشيء اهم وهو المالتيبل سكيلز. ذا مالتيبل سكيلز. طب ازاي نبدا بقى ناخد ايه نموذج تطبيقي؟ اول حاجه لابد ان انت تحط الليسن اوبجكتيفز بتاعتك. يبقى ما تبداش على طول كده تشرح واللي يجي على دماغك تعمله، يعني تبقى العملية ايه؟ ارتجالية. لكن انا لازم احط listen objectives. ايه listen objectives اللي انا عايز اعملها في الدرس ده؟
تعالوا نشوفوا ايه هي الليسن اوبجكتيفز وهل هنقدر نعملها ونوصل ليها ولا لا من خلال درس بسيط. هل المحادثات دي محادثات معقده؟ هتشوفوا حضراتكم دلوقتي وهتلاقوا ان هي بسيطه جدا، ممكن تتدرس لاي حد حتى لو كان غير متخصص في اللغه خالص وعمره مدرس انجليزي، يعني لو كان لسه مبتدئ في اللغه. اوكي، طبعا ممكن تدرس للمبتدئ، ممكن تدرس لمستوى بيجينر او انترميديت او ابر انترميديت، زي ما حوريكم انت بقى حضرتك كترينر او كانستراكتور او كتيتشر ممكن ان انت تعملها ادابتيشن عشان تناسب مين المستوى اللي عندك. تمام، لكن يعني المهم ان انا مش بدرسها، يعني ادرس الحاجه بصعوبتها. يعني مش معنى ان انا مثلا عايز اعمل محادثه لمستوى متقدم يبقى ان انا اهم حاجه ان انا اجيب محادثه معقده وموضوع صعب جدا. تمام، السياسه الامريكيه، we're going to talk about the American politics. Okay, that's great. لكن مش هو ده اللي هيطور مستوى المحادثه عند الطالب ولا يطور فهمه للمحادثه لو انت ما عالجتش الموضوع بشكل صحيح. ممكن تكون المحادثه بسيطه جدا بس انت تقدر تعمل منها ابداع كبير جدا وتوصل معلومات كتيرة جدا. طيب هنا lesson objectives بتقول ايه؟ The learners will be able to، هيكونوا بعد الانتهاء الدرس هيكونوا قادرين عليه. Use language in different registers appropriately. What the meaning of different registers? Different registers means different degrees of formalities. Different degrees of formalities. يعني هل الموقف ده فورمال ولا انفورمال؟ فهنا المفروض ان انا اتعلم ازاي استخدم اللغه في الموقف، في موقف محدد. فالموقف الفورمال بيختلف عن الموقف الانفورمال، وهكذا بتختلف اللغه بتاعته. فما هو مناسب في اللغه اللي هي الفورمال، يعني موقف فورمال، هستخدم فيه لغه مختلفه عن المواقف اللي هي الانفورمال. يبقى انا برضو لازم الطالب هيكون عندي حساس لموضوع الريجستر. اوكي، so this is something very important. This is something very important. يبقى ده برضو من ضمن الاهداف اللي انا عايز اوصل لها. خلي بالك انت طول ما انت بتدرس بعد كده الاهداف دي في عينيك، انت عايز توصل لها. لو ما وصلتش الاهداف دي والطالب ما قدرش يعمل ده يبقى انت ما حققتش الايه، المرجو من الدرس. لان بعض المعلمين بيدخل متخيل ان دوره الوحيد ان هو يقرا الدرس ويشرح الكلمات خلاص، اللي يفهم يفهم، ما يفهمش يبقى ده قصور عند مين، عند الطالب، او ان الطالب مستواه غبي وخلاص وريح دماغي وضميري مرتاح. لكن انت حاولت يعني to address these objectives in your lesson or not، انت كتبتها وخلاص ولا دخلت اصلا من غير اهداف؟ ما كتبتش اهداف اصلا. لكن كتير من المدرسين بيبقى مضطر ان هو يكتب الاهداف علشان خاطر بس الايه، الكشكول يبقى منظره حلو لما حد يشوفه يلاقي ان هو كاتب اهداف. لكن ساعه الشرح ما بيبصش على الاهداف دي وازاي قدر ان هو يوصلها من خلال الدرس ده. تمام، يبقى انا اولا لابد ان يكون عندي اهداف عشان ما توهش. ثانيا الاهداف دي في دماغي ان انا عايز بعد ما اخلص الدرس هنقيس الاهداف دي حصلت ولا ما حصلتش. تمام، correct some common mistakes in pronunciation. يبقى في بعض الاشياء اللي انا مجهزها خاصه باخطاء شائعه عند الطلاب، وهم طلابي وانا عارفهم، او اخطاء شائعه يعني in general معروف ان هي شائعه جدا الاخطاء دي. فانا عارف ان الطلاب بعد هيقدروا ان هم يصححوا الاخطاء دي ويعرفوا مثلا الفرق ما بين نطق كذا ونطق كذا وان ده كان نطق خاطئ. تمام، use some connected speech techniques. ال connected speech اللي هو rapid speech. اوكي، في بعض التكنيكس من خلال المحادثه انا ممكن ان انا ادربه على التكنيكس دي، ان هو ازاي يقرا بسرعه، واثناء القراءه السريعه بتبقى في بعض الاختصارات وبعض التكنيكس في الكونكتد سبيتش المفروض ان هو ايه يتعلمها معايا. واضح؟
فهنا ممكن ان انا انبه عليها، خلي بالك ان انا نطقت دي بالشكل الفلاني علشان ايه؟ علشان انا بنطق بسرعه، فحصل ايه؟ الصوت اللي انا بنطقه هنا كنت بنطقه هنا لما تبقى الكلمه لوحدها، لا لما انا نطقت الايه الكلمتين جنب بعض بسرعه ضاع الصوت ده، او اتقلب الصوت ده لصوت تاني اللي هو زي الاسيميليشن والاليجن. اوكي، perform conversations in pairs. ده بقى بعد ما خلص خالص الطلاب هيطلعوا يتكلموا in pairs ويعملوا محادثات سوا. يبقى انا برضو بنبه الطالب من الاول ان انا عايزك هتقوم بنفسك تنفذ الايه المحادثه. يبقى انت ما انتش قاعد passive learner بتتعلم مني وخلاص وكل دورك انك انت ايه تسمع اللي انا بقوله، لا ده انت في الاخر هتتكلم وانا اللي هسمع، تمام؟ وهتتعكس الادوار بقى، هيبقى الطالب هو اللي بيعمل المحادثه هو اللي بتاول، المدرس بيبقى دوره فاسيليتيتور بس. Make questions using interrogative pronouns. دخلنا هنا في الشق بتاع الجرامر. يبقى انا هنا دلوقتي برضو من الاهداف بتاعتي ان الطالب يتعلم ازاي، او مش يتعلم حتى لو كان خدتها قبل كده، to practice making questions using interrogative pronouns زي who, which, where, what. يبقى هنا الطالب انا عايزه انه يتدرب على الحاجات دي ازاي يعملها، تمام؟ use ellipses and to explain its significance in conversation. يعني الطالب هيكون قادر على استخدام الاليبسس اللي هو الحذف في الجرامر، تمام؟ هنشوف دلوقتي امثله ليه ويوضح فائدته في المحادثه، لان احنا متعودين على الاجابه الكامله، يقول لك لا لازم الاجابه الكامله والا تنقص في الدرجات. مشكله فعلا. يعني مثلا ايه where have you been living? I have been living in Alexandria. لازم اجيب اجابه كامله، يقول لك لا لازم الاجابه الكامله، لو جبت اجابه ناقصه تتخصم درجات. هنا الفهم كله ان المحادثه شيء مكتوب وليس شيء ايه منطوق، تمام؟ انت بتحاسبه على الجرامر برضو بطريقه ان كل الهدف هو تدريس مجموعه قواعد جرامر فقط، وان الجرامر حاجه واحده. يعني الجرامر في السبيكنج زي الرايتنج زي... لا كل حاجه، كل مقام مقام. يعني اللي مقبول في الرايتنج ممكن ما يكونش مقبول في السبيكنج، اللي مقبول في الفورمال مش مقبول في الانفورمال، تمام؟ يبقى انا هنا برضو بعلمه ازاي الاليبسس ده مهم وايه وظيفته في المحادثه. To use interjections. Use interjections. Interjections اللي هي يعني parts of speech, these parts of speech which show different types of emotions. Different types of emotions. زي ما اقول مثلا oh, wow, oops. Okay. Ouch. ديت interjections. دي مهمة جدا في المحادثات، لازم بتستخدم في المحادثات، كلنا ايه عارفينها وعارفين الايه ان لها استخدامات مختلفة، تمام؟ ده هنا بقى انا عايز استخدمها مش كبارت اوف سبيتش بس، لا انا عايز استخدمها ان ريال سيتويشنز. ان ريال سيتويشنز هاو ذي ار يوزد ان ريال سيتويشنز. اكسبلين مين ديفرنسز، ذا مين ديفرنسز بتوين امريكان انجلش اند بريتش انجلش. يعني هنجيب من الاستخدامات ديت بعض خصائص الامريكان انجلش والبريتش انجلش، تمام؟ فانا هنا برضو من خلال المحادثة ممكن ان انا ابين له بعض الخصائص دي، خاصة لو كانت المحادثة مصحوبة ب listening tracks. يعني كان في audio tracks مثلا انت مشغلها وبتقول له خلي بالك هنا، لاحظ هنا قال ايه وليه هنا ما قالش كذا، لان ده American لكن ده British. بيبدأ هنا الطالب تثبت المعلومة في ذهنه، خلاص مش مجرد قواعد محفوظة وخلاص، لا ده هنا بقول له ان هو هنا الانسب ان هو يقول كذا، تمام؟ وهنا الانسب يقول كذا، او المنطقي والطبيعي ان هو يقول كذا. ليه؟ لان ده امريكان، لكن في البريتش كان المنطقي والطبيعي ان هو يقول كذا. يبقى هنا انا كل شيء استخدمته بشكل تطبيقي. لو شفتوا هنا السكيلز المختلفه اللي احنا ايه بنهدف ان احنا نعملها، شايفين السكيلز قد ايه؟ وممكن يكون في كمان، يعني انا اختصرت. Use rising and falling intonation properly.
ازاي طبعا في المحادثه بنستخدم different types of different patterns of intonation, how to use these different patterns of intonation properly. Okay, intonation اللي هو تنغيم الصوت, يعني لما اجي اسال سؤال غير لما اقول statement, غير لما يكون WH questions is different from yes no questions and so on. Okay, تعال نشوف كده. This is an informal gratings. يبقى العنوان دلوقتي بيقول لي ان ده informal gratings. Informal gratings. ما بين مين ومين؟ ما بين جين and هيلين. They are where are they? ها؟ يبقى انا هنا بعمل ايه؟ Situation. ايه الموضوع؟ ايه topic؟ Informal gratings. يبقى ده informal. Something informal. Okay? ها؟ Between Jane and Helen. They are friends. يبقى this is a conversation between two friends. Okay? طيب. Where? At college. At college. يبقى المكان. طبيعة المحادثة. خلاص؟ طبيعة العلاقة ما بين الانترلوكيتورز. اللي نسميهم interlocutors. اللي هم أطراف المحادثة. Interlocutors. Okay? طيب تعال نشوف هل أثر الموضوع ده بقى الريجستر هنا. الريجستر هنا اللغة المستخدمة اللي هي هتبقى informal زي ما هو بيقول لي هنا. هو قال لي informal greetings. يبقى أنا متوقع إن أنا هنا أستخدم إيه؟ informal language. صح؟ Hi Helen. How's it going? How's it going? How's it going? Fine, thanks. And you? Fine, thanks. And you? And you. لاحظنا هنا ان استخدمت جين, استخدمت هاي, ما استخدمتش هلو او هاو دو يو دو. تمام؟ ليه؟ لان ده انفورمال. فلو قلنا ان هاو دو يو دو, هاو هلو وهاي الاثنين انفورمال, لكن هلو هلو is more formal than hi. يعني hi is the least informal. Hi is the least informal. فهنا بتدل على العلاقة الوطيدة اللي ما بين الاثنين. تمام؟ برضو how's it going? How's it going? How's it going? غير زي how are you? زي how are you? تمام؟ برضو لو عملت لهم سلم كده scale of formality and informality, هقول إن how do you do? How do you do? is the most formal. بعد منها how are you, بعد منها how is it going, how is it going. Okay, يبقى في هنا درجات اهو. ده بيدل برضو ان العلاقه اللي ما بينهم very friendly. يبقى العمليه هنا يا جماعه مش عمليه صح وغلط, مش عمليه صح وغلط. يعني ما اقولكش ان how are you و how do you do كله صح, الاجابات كلها صح يا اولاد, اي اختيار من ده اختيار صحيح. لا, في المحادثه اللي زي ديت اللي هي انفورمال, لو انا اتكلمت, لو هي دخلت عليا وقالت لها هاو دو يو دو, يبان هنا ان في حاجه ما بينهم, او ان هي زعلانه, او يعني تحولت من الايه, من الموقف الانفورمال للفورمال. يبقى ده في حاجه معنى, يعني بتوصل رساله مبطنه معناها ان يعني we are not in good terms, we are not in good terms. اوكي, يعني احنا علاقتنا مش كويسه. لا, في حاجه, خلاص احنا مش متصالحين, في موضوع, متخاصمين من بعض, يعني زعلانين من بعض حاجه. فالفورماليتي هنا مش تأدب, مش هتبقى تأدب, هيبقى في مشكله. تمام؟ مش موضوع ان ده اصح, ان انت كل ما كنت في مور فورمال ده افضل وده اكثر ادبا. لا, ما هو لو انا العلاقه ما بيني وما بينك علاقه يعني صداقه وديه بشكل كبير, لما انا اتكلم معاك بشكل رسمي جامد, ده معناه ان انا يعني الود اللي ما بيننا بدا يقل, او بدات اوصل لك رساله لا, يعني لا في حدود للعلاقه ما بيننا, او ان انا بعيد العلاقه ما بيننا, او كذا. تمام؟ فهنا لابد من ان احنا نفهم حساسيه الايه, المحادثه. Fine thanks, fine thanks, fine thanks. برضو هنا fine ما قالتش مش لازم I am fine, مش لازم I am fine الإجابة الكاملة. لا, ده الطبيعي إن هو يكون كده, لأنها بتكمل اللي هي قالته, بتقول how's it going, fine. ما تقولش بقى لا, ده الإجابة الكاملة it's going fine. مش طبيعي ده, not natural. أنا بدور على حاجة natural. الطبيعي
في المحادثة وليست جمل جرامر جامدة من غير سياق. Thanks, شكرا. And you ايه and you دي؟ وليه حط question mark؟ هي في حاجة اسمها and you؟ And you معناها ايه؟ And how are you? Or what about you? And how is it going with you? طب ليه تحذفت؟ لأن في how is it going for؟ ليه أكررها تاني؟ هو ده الإليبسس بقى اللي أنا بقول لكم عليه. ده الإليبسس، حذف المكرر المفهوم، حذف المكرر المفهوم، خلاص هو مفهوم. ليه أكرره تاني؟ ليه أعيده تاني؟ مش محتاج. تمام؟ ده بنسميه إيه في الجرامات؟ يقول لك لا بس ده مش جراماتيكال. لا يا سيدي ده جراماتيكال، ده اسمه إيه؟ اسمه كوهيجن. كوهيجن، تمام؟ يعني الإليبسس ده part of the grammatical cohesion، يعني ده في الجرامة. في الجرامة، في الجرامة. يعني أنا لو كتبت الجملة كاملة مش أصح، لا مش أصح، مش أصح ولا حاجة، ده هيبقى unnatural. واضح؟ just fine. just fine هو إيه اللي just fine؟ just fine ديت عايدة على إيه؟ مش يقول I am، فين I am؟ فين الفاعل وفين الفعل؟ ده لا فيها فاعل ولا فيها فعل. أيوة محذوف، إليبسس برضو محذوف، لان هو واضح ان هو مين اللي just fine. هي مش بتسال عن يو انت، خلاص يبقى just fine عايده عليا انا، مش على اخويا الصغير اللي ما اتذكرش قبل كده. يعني منطقي الكلام، منطقي. تمام. where are you off to برضه هنا just fine، ما قلتش just fine. just fine no just fine just fine يبقى ده برضو اسمه ايه في الconnected speech؟ اسمه elision. التاه sound is deleted. يبقى برضو الطالب هنا عرف معلومات كتيرة جدا من خلال الايه؟ المحادثة. اقدر انا ادرس كل ده من خلال المحادثة. where are you off to طبعا هنا اللي هقول له ان ده wh question. wh question هنا بدأ ب where. Are you ما قولش you are، بعمل inversion، بقول are you. طيب are you off to يعني where are you going to، where are you going to. طيب ليه قال off to؟ برضو this is more informal than where are you going to. تمام. يبقى انا هنا استخدمتها ليه؟ لانها مناسبة مع الانفورمال greeting، لان الحوار كله informal. اولا ما جيش بقى في النص هنا وتني حاطط جمله فيري فورمال واقول لا دي صح وجراماتيكال وزي الفل، هيبان هنا ان في حاجه مش مظبوطه، ان الكلام كله انفورمال. تمام. يعني تخيل انا بتكلم معاك دلوقتي وبقول لك ها زي الحال، زي الصحه، زي الحمد لله، زي الفل يا باشا، الله يكرمك، الف شكر، الله يجزاك خير، اتفضل. ففي وسط الكلام هنا وانا بتكلم وانت والى اين انت ذاهب الان يا سيدي؟ طبعا هتضحك لو انا قلت لك كده. ليه؟ هي معناها غلط، هو انت ما فهمتش معناها؟ هي بس السياق كله كان سياق انفورمال، ليه انت حطيت لي حاجه فورمال في النص وتقول لي لا دي معناها صحيح؟ ايوه بس انت من الاول وانت بتتكلم بشكل معين، ما ينفعش انك انت تدمج لي ما بينهم وتقول لي لا جراماتيكالي كوريكت. وفين الستايل؟ الأسلوب والريجستر. واضح كده يا جماعة؟ Where are you off to هنا لما بيبقى السؤال بـ WH question بنسميه falling intonation. يعني Where are you off to يعني بيبدأ بالعالي وبعدين بعد كده بينخفض، خلاص بينخفض في الآخر. ده معناه ان انا عايز اعرف ايه معلومات، مش yes no question. طبعا yes no question اللي هو اجابته ب yes or no، ده بيبقى الانتونيشن بتاعه rising intonation. فهنا رد قال ايه؟ to the library. okay. هنا ما قالش I am going to or I am off to the، ما قالش الاجابه الكامله. ليه؟ نفس المنطق يا جماعه، do not repeat what's understood. خلاص ده اسمه إليبسس، حذفت الشيء اللي مفهوم من السياق، مش مضطر ان انا اعيد تاني واقول I am going. اوكي okay.
هنا ممكن وهو بيسمع مثلا ف يسمع ان هي library، فانت تقول له خلي بالك ان برضو لها نطق تاني في الامريكان اكسنت بينطقها library library. اوكي، فهنا برضو ان انا اوضح له الاكسنت، اوضح له الاكسنت. I've got a history exam. I've got a history exam next week. برضو هنا التاء ما تنطقتش فقلت ايه next week. Next week. And need to start studying. I've got a history exam. I've got a history exam. I've got a history exam next week. I need to start studying. 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 هنا برضو ما نطقتهاش، ما عرفتهاش جملة كلمة كلمة. I've got a history. I've got a history exam. I've got a history exam. I've got a history exam. I've got a history exam next week. History exam next week. I need to start studying. I need to start studying. طبعا في أجزاء هنا نطقتها بسرعة، زي مثلا and، ما سمعتش and، أنا نطقتها إيه؟ I need to. طبعا to ما هي نطقتش to، ده بنسميه weak forms. فالطالب طبعا المفروض ان هو عنده خلفيه، او لو ما عندوش خلفيه انت بتعرفه. ممكن تعرفه لو هو مستواه صغير، لو هو طفل صغير لسه، مش لازم تقول له ان ده اسمه weakening وده the vowel is the sound is deleted وهكذا. لا، يعني ممكن من السماع بس هو يفهم ان ايه في بعض الاصوات بتضيع في الايه في عمليه النطق، وان كلمه and ما تنطقش and، تنطق ان. تمام، لان جه بعدها ايه consonant. فبقول I need to start. I need to start studying. Okay. فهنا برضو هنا I've got history exam. طبعا هنا ممكن يقول I have a history exam بدل I've got history exam. ممكن يقول برضو I have a history exam. لكن في البريتش accent، في البريتش accent يفضل I have got بدلا من I have. تمام؟ اوه يعني دلاله على اوه، يعني على التعب او الضيق او كده. فجين على طول اول ما عرفت قالت ايه؟ Oh no, well I'll see you later. I'll see you later then. I'll see you later then. ما هنا ما قلتش I will، هي هنا اختصار، فهتنطق ايه؟ I'll. يبقى well I'll see you later then. I'll see you later then. Good luck. Good luck. يبقى ملاحظين هنا معايا ان الكلام مترتب مع بعضه، ان هي اول ما عرفت ان في امتحان على طول قالت ايه I'll see you later then، فهمت على طول الإشارة ان مش هقدر اتكلم معاك كتير، انا عندي امتحان وعايز اذاكر وكلام من ده، فايه ما تفتحيش بقى مواضيع، وخلاص التانية فهمت الإشارة على طول. Oh no. طبعا oh زي ما قلنا oh ديت ايه interjection. Oh لما تكون يعني you understand something، هي بتسوي بتعبر عن mild emotion. Mild emotion. Oh no. فهنا في حالة من السيمبثي، التعاطف مع مين؟ مع هيلين. Well I'll see you later then. I'll see you later then. Good luck. Good luck. تمام. Thanks. برضو thanks و thank you زي بعض، لكن thanks is less formal than thank you. Less formal than thank you. See you later. 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 طبعا الطالب بيسمع برضو الايه CD او الاوديو تراك، وحيسمع see you later. ممكن يسمعها مثلا في الامريكان اكسنت later later later، فانت هنا بتبين له برضو ان ديت في الامريكان اكسنت اسمها later later، والتاء بتتقلب لده خفيف خالص بنسميها flap، والراح ساوند بتتنطق طبعا في الامريكان اكسنت في اي مكان، لكن الراح ساوند في البريتش اكسنت لا تنطق الا اذا جه بعدها vowel. فهنا انت يعني من خلال الموضوع البسيط ده علمته حاجات كتيره جدا جدا جدا،
ودي محادثة سهلة جدا، بسيطة جدا، يعني على مستوى يعني primary schools. لكن هنا شطارة المدرس في ان هو يحول يطلع منها الايه المعلومات، واضح؟ يبقى هي الدرس مش بصعوبة المادة نفسها، انا اديله حاجة معقدة او موضوع معقد يكرهه في اللغة وفي اللي بيحبوها، تمام، واديله موضوع عمره ما سمع عنه ويحفظ الايه المحادثة كما هي، واجيب له في الامتحان محادثة زيها بحيث ان هو يكمل الايه الاماكن الفاضية وهو مش فاهم، المهم انا حافظها وخلاص. لكن الموضوع بسيط، انا عايز everyday conversation، كل الناس بتعمل المحادثات ديت، اي حد فينا معرض ان هو يعمل محادثة زي دي بسيطة زي دي، بس لازم يفهم الاسلوب الايه اللي اتقالت بيه وليه اتقالت كده، تمام. مش كل حاجة جرامر جرامر جرامر، لكن انا درست جرامر من خلال المحادثة دي ولا لا؟ درست جرامر، بس انت الطالب نفسه مش هيحس ان هو درس جرامر غير لما تكتب له على السبورة جرامر لسه وتبدأ تقول ايه ذا رول، هو هنا خد جرامر بس من غير ما يحس. هنا بيبقى له اكتر من فايده يا جماعه، اما ان هو يثبت المعلومات بتاعه الجرامر اللي هو خدها قبل كده بشكل نظري او درسها قبل كده، او يبدا يعني يعرفه بقاعده جديده في الجرامر، ولكن implicitly انا ما شرحتهاش كقاعده جرامر قد ما انا شرحتها في وسط الموقف، فما حسش بالايه بدسامه الجرامر. احنا بطبيعتنا بنكره الجرامر ليه؟ لان الجرامر الناس واخده الفكره عنه ان هو abstract، اشياء جامده ملهاش معنى. انت I have studied English، لما تلاقي have حط studied اللي هو past participle، يعني ايه past participle؟ والله ما اعرف، هو بس اسمه past participle كده خلاص، ما اعرفش حتى اسمه ايه بالعربي، هو اسمه past participle، تمام. طب ايه وظيفه past participle؟ هو لما بتيجي تلاقي have بتحط past participle. يعني كتير من الطلبه وفي منهم خريجين كليات للاسف الشديد متخصصين بيبقى مش عارف الفروق ما بين parts of speech، هو حافظها بالشكل لكن القواعد الأساسية دي مش واضحة عنده، تمام؟ واضح؟ أتمنى أن هو يكون الايه المحادثة كانت واضحة. أدخل على المحادثة الثانية. formal introductions، formal introductions، formal introductions يعني ايه؟ احنا قلنا في الاول ايه؟ informal greetings، informal greetings، okay. لكن هنا formal، يبقى انا دلوقتي عرفت اهو situation يعني ده formal situation، okay. يبقى خلاص الدفه بقى هتتغير بقى، ده فورمال سيتويشن، يبقى هتوقع لغه ايه؟ فورمال، لغه فورمال، تمام. غير اللي فات كان انفورمال، هتوقع ان الشخصيات هنا ما يعرفوش بعض قوي، يعني هنا العلاقه اللي هنا انترودكشن هنا بيبقى في حد في النص، يعني اتنين ما يعرفوش بعض، واحد في النص كده بيعرفهم على بعض وسيط كده في النص. فهنا مارغريت وفي مستر ويلسون ودكتور سميث. مستر ويلسون ودكتور سميث don't know each other، او يعني هنعرف بعد كده ان في حد منهم يعرف التاني، لكن مارغريت بتعرفهم على بعض شخصيا، لكن ممكن يكون سمع عنه لكن هو دلوقتي عايز يتعرف عليه شخصيا. مين اللي في النص؟ مارغريت. هما دلوقتي في حفلة at a party، لكن العلاقة اللي ما بينه ما بين مستر ويلسون ودكتور سميث is a formal relation، they don't know each other، okay. ما شافوش بعض قبل كده وما قابلوش بعض قبل كده، واضح؟ يبقى غير العلاقة اللي فاتت اللي كانت ما بين جين وهيلين اللي اصحاب في الجامعة، تمام؟ الكلام هيكون مختلف. طيب يبقى أنا فهمت دلوقتي السياق وفهمت أنا بتكلم عن إيه والمحادثة عن إيه ومتوقع إن أنا ألاقي إيه.
Margaret, Mr. Wilson, I'd like you to meet Dr. Edward Smith. Mr. Wilson, I'd like you to meet Dr. Edward Smith. Mr. Wilson, I'd like you to meet Dr. Edward Smith. طبعا I'd like you to meet ده برضو اسلوب رسمي. I'd like you to meet Dr. Edward Smith. يعني خلي بالك بتتكلم ازاي بقى؟ تبقى كده. اهو الاثنين واقفين قدام بعض كده. فبتلفت انتباه مين؟ مستر ويلسون يعني لو سمحت يا مستر ويلسون. هنا في لفت انتباه لمين؟ لويلسون. مستر ويلسون I'd like you to meet Dr. Edward Smith. احبك تتعرف على دكتور ادوارد سميث. اوكي ملاحظين هنا برضو استخدام الالقاب برضو يدل على ان العلاقه مش قويه. تمام. It's nice to meet you برضو هنا في الكونكتد سبيتش ممكن تسمعها meet you. It's nice to meet you دكتور سميث. تمام. It's nice to meet you, Mr. Dr. Smith. It's nice to meet you, Dr. Smith. Dr. Smith. It's nice to meet you, Dr. Smith. يبقى هنا It's nice to meet you. It's nice to meet you أو to meet you. لأن التاه جاي بوراها وراها يا. فممكن الاثنين يتحولوا للتش. ده بنسميه coalescent assimilation للناس اللي درست إيه phonology. طبعا ده أسلوب برضو رسمي. It's nice. Okay. ما قالوش إيه. هاي يبقى it's nice to meet you مناسبة للموقف الرسمي. لكن لما يبقى أنا عارفك كويس وأقول لك it's nice to meet you ها يبقى هنا فيها نوع من الإيه يا إما من السخرية. تمام. يعني تخيل مثلا يعني واحد وزوجته اتقابلوا مثلا في فرح خلاص يعني هو كان رايح الفرح وهو لقاه كويس فاتقابلوا سوا فبيقول لها it's nice to meet you. طبعا ده في نوع من السخرية يعني بيهزر بقى it's nice to meet you. ليه مش طبيعي ان انت تقول it's nice to meet you your wife. اوكي فده مش نوع من التأدب. يعني الزيادة هنا في التأدب قد تدي نتيجة الايه الساركازم او الايرني السخرية او التهكم. تمام. Mr. Wilson, I'd like you to meet Dr. Edward Smith. It's nice to meet you, Dr. Smith. Pleasure to meet you too. طبعا هنا برضو pleasure to meet you أو to meet you ده أسلوب formal ما هوش informal. Pleasure to meet you أو I'm pleased to meet you برضو ده إيه أسلوب formal. تمام. مش طبيعي ان انا اقابل حد بعرفه بقول له pleasure to meet you. لا ده دليل على ان هم ما يعرفوش بعض. Dr. Smith is an economist. Dr. Smith is an economist. He just finished writing a book on international trade. خلي بالك هنا هي بتعرفه بتعرف مستر ويلسون على دكتور سميث بتقول له دكتور سميث is an economist. اوكي هنا economist مش economist يبقى برضو هنا نعلمته الستريس ازاي ينطق. خلي بالك ان احنا عندنا حاجه اسمها ايه misplacement of stress ان بعض الناس بتحط الستريس غلط. فالكلمه طبعا هنا مكونه من economist اربع مقاطع. ما ينفعش ان انا اخلي الاربع مقاطع بنفس القوه ما اقولش ايه economist غلط. ليه؟ لان في مقطع واحد هو اللي عليه البرايمري ستريس فهو ده اللي هيبقى اعلى واطول من المقاطع الثانيه والتانيين هيتقالوا بسرعه. فلازم برضو انبه على حاجه زي دي. كل ده انا بعلمه من خلال المحادثه ناتشرالي. تمام. He's an economist.
He's an economist. برضو هنا ما قلتش an economist. An economist. Okay. An economist. He just finished writing a book on international trade. On international trade. International trade. برضو international مش international. ولا international. Okay. International. International. الستريس في المقطع التالي هو نا. International. International. Okay. Trade. طبعا لو الطالب بيسمع ولقاها international, international, فهنقول له والله خلي بالك ده في الامريكان اكسنت بينطقوا التا لما يجي وراء قبلها نه بينطقوها ايه؟ نهيه كمان فتتسمع كانها نه كان التا مش موجوده كانها نه بس international, inner, international, international. Okay. Trade. Okay. برضو هنا الطالب ممكن نقول له خلي بالك ان ده past tense, this is the past tense, وهنا بيعبر بالضبط زيه زي ال present perfect, زيه زي ال present perfect. ليه؟ في الامريكان accent the past tense can be used to replace the present perfect. ممكن يستخدم بداله بس مش يعني مش ضروري يعني مش لازم, لكن في يعني غالبا بيستخدم ليدي لما تلاقي معاه just, لان just هنا عبرت عن الايه الهوت اكشن, الحاجه اللي لسه حاصله دلوقتي. تمام, فمش محتاج ان انا استخدم البريزنت بيرفكت. فهو الامريكان في الامريكان بسهوله ممكن يستغنوا عنها ويستخدموا الايه جاست هنا كادفيرب. الادفيرب هنا بيديني المعنى بتاع البريزنت بيرفكت اللي هو بالظبط زي هي هاز جاست فينيشد. هي هاز جاست فينيشد. اوكي, يبقى هي جاست فينيش, هي جاست فينيش رايتنج ابوك اون انترناشونال تريد. International trade. وحنلاقي الستريس البرايمري ستريس السنتنس ستريس هتيجي على trade لان هي now. تمام, فهيبقى عليها التركيز اكتر. يبقى برضو أأكد على ان انا مش هقراها كلمه كلمه, مش هي just finished writing a book on international trade. لا غلط كده, غلط. ان الطبيعي وانا بتكلم بسرعه بركز على بعض الكلمات, بعض المقاطع اللي هي المقاطع القوية والمقاطع الضعيفة بتضيع في النص. تمام, يعني بتبقى بسرعة جدا. You just finished writing a book on international trade. You just finished writing a book on international trade. On international trade. Oh, that's my field too. That's my field too. That's my field too. ده تخصصي أنا كمان. Oh, that's my field too. I work for the United Nations. I work for the United Nations. I work for the United Nations. أنا بأعمل لدى الأمم المتحدة. تمام؟ For the United Nations. United Nations. Okay, for the United Nations. برضو هنا United Nations, United Nations, United Nations, لأن Nations أعلى من United. يبقى دكتور مستر ويلسون استغرب برضو ليه, لأنه هو قال له ده نفس التخصص, لكن واضح إن الموضوع مش صدفة. طبعا او قلنا ان هي interjection هنا بتعلم بتعمل حالة من الاستغراب او التعجب. Oh, that's my field too. I work for the international. ما تقولش for the strong form. مش هيستخدم في المحادثة العادية كده. خلاص, ده ليه استخدامات محددة. لكن ما يجيش ال strong form هنا, مش هقول I work for. تقول لا, ما انا مطلعها من القاموس for. لا, الكلام ده لما تبقى بتركز عليها لغرض معين او بتستخدمها ككلمة مفردة. لكن في وسط المحادثة كpreposition عادي حول ايه I work for the United Nations. Okay. In the development program by any chance. يعني ايه بتشتغل في development program by any chance معناه يعني possibly في برنامج التنمية. ده يدل بقى على ان ايه, على ان دكتور سميث كان يعرف مستر ويلسون.
يعني يسمع عنه، يعني مش هيعرفه شخصيا لكن يسمع عنه، فعشان كده كان عايز يتعرف عليه. Yes. How did you guess? يعني عرفتها ازاي دي؟ عرفت تخمنها ازاي دي؟ يعني الأمم المتحدة فيها برامج ياما، وفي تعرفت ازاي؟ يعني قلت لك في الأمم تعرفتها ازاي؟ فهنا قال له ايه؟ I've read your articles on technical assistance. يبقى هو قرا له ايه؟ قرا له حاجه قريب، فعشان كده هو عارفه. They're excellent. ما تقولش they are excellent. ليه؟ هنا مختصره. ف they are اختصارها they. ولان هنا في بدأ ب vowel فهقول they're excellent. Okay, they're excellent. I've read. طبعا هنا read تصريف الثالث. I've read. ما تقولش I have. I've read. I've read your articles on technical assistance. They're excellent. يبقى ده ايه سبب الايه المعرفة بتاعت. هنا استخدم الـ present perfect برضو للدلالة على نفس الشيء. قد يكون دكتور سميث بريطاني، عشان كده فضل الـ present perfect، لكن زي ما قلنا ان هو يعني بيستخدم برضو في الأمريكا، لكن هو في الأمريكان يعني less formally they replace it with the present with the past simple with the past simple. تمام؟ هنا بدأنا نشوف الأهداف بتاعتنا بتتحقق، تمام، بشكل غير مباشر، يعني بدون ما إن أنا أكتب على السبورة إن أنا هشرح لكم النهاردة قاعدة كذا وقاعدة كذا وقاعدة كذا، لا، يعني من خلال المحادثة هنا أنا نميت كتير من السكيلز وكتير من القواعد بدون ما أتكلم عنها يعني في lessons مفردة. تمام؟ دي شطارة الايه المعلم بقى، يعني ما تبقى انت شخص كرياتيف، المعلم اللي هو الكرياتيف فعلا المبدع، هو بيقدر ان هو يصنع من الدرس اللي هو يمكن يكون شكله very simple يقدر يعمل منه حاجات كتيرة جدا. تمام؟ اتمنى ان تكون الفكرة وصلت، ونرجع تاني للأهداف. بعد كده بتخلي الطلبة يقروا، حاول ان انت تشجعهم على القراية، ما تحاولش انك انت تسخر منهم ابدا 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 في اي غلطه، مهما كانت الغلطه ومهما كان النطق غلط، اوعك تسخر منهم. صحح النطق. تمام؟ اذا لقيت الطالب بتهته ومش عارف ينطق خالص، ممكن تخليه يسمعها الاول مره تانية، او يستنى دور بعد زمايله ما بيقولوها، خليه للاخر. تمام؟ بعد ما الناس كلها تقرا وكده يبقى هو اتعلم منهم. الناس اللي هي محرجة شوية وبتتكسف وكده، معلش، يعني لو هتخلي المحادثة ما بينك وما بينه، بلاش ما بينه وما بين طالب تاني، لغاية بس ما يكسب الجرأة والكلام والأسلوب والكلام. لكن لازم ان هم يعملوا المحادثة. خلاص، تعال نشوف هل الأهداف دي كلها اتحققت ولا ضاع مننا حاجة. يا جماعة يا ريت تبصوا للأهداف كده وتقولوا لي. مش معنى إن أنا حطيت الأهداف دي كلها إن أنا قادر إن أنا أغطيها كلها بشكل صحيح. أنا ممكن إن أنا أعملها، إن أنا أشرح، لكن هل كلكم فهمتوها ولا لأ؟ ما أقصدش كلكم كمعلمين، كلكم كمستمعين، كأي طالب بالنسبة لي دلوقتي، هل وصلت للجميع ولا ما وصلتش؟ ده إمتى هيظهر؟ لما أعمل كويز مثلا في آخر الحصة، او اعمل اكسرسايز، او اعمل البراكتس بتاع الليسون بتاع الليسون في البرفورمانس بتاع الطلبه. هنا ممكن يظهر لي لا ان مش كلهم وصل لهم. فاذا كانت we can make sure that they understand what we explained in the 3 year practice, for example at the end of the session, and when we give them the 3 year practice in which they produce the language in the target language, we can make sure that they understood
what has been explained throughout the session. But my point here, Professor, is to me, as a person and as a teacher, to include 9 different objectives in one lesson, these are too many objectives to be included in one session or in one lesson, even, yani, even when planning to the lesson, you know, yes, before going to the class, even as a teacher, when you plan this lesson, to include such 9 different objectives in your lesson plan, I guess this is too many. Okay. I think that here... Just in order not to waste your time, I have another point here, which is, I'm not completely convinced of the way they test the students in Egypt regarding the conversation. No, because as far as I understand, we should be testing our students in using the everyday language in conversation and speaking test, not in a written test. Because we have to show them what's the difference between written language and spoken language. Because all the points you discussed in this presentation, they are brilliant and amazing. But I do agree that we can teach them this to use this in spoken language. Because in written language, they don't know how can they recognize or how do they are going to realize what do we mean by... It's a spoken language. Who said that it's written? To me, I understood it like this is going to be like a reading. You said that you read for them. So this is going to be a reading lesson, right? No, I said that actually some teachers do this because of the exams. In the exams, it's written. Yes, this is my point. Conversations are written, okay? This is my point. But we should not do this. Okay, this is we should not do this, okay? Yes, doctor, this is my point. The way they test the students about the conversation in English in Egypt is completely wrong. Yes, of course. To be tested by written language or written question. No, it has to be a speaking test. Yes, that's why I said that we are talking about creative ways of teaching. Okay, for teachers who are thinking creatively, not just for testing and for exams. Yes, for exams, I don't accept this way of teaching conversations for the sake of written tests. It's something ridiculous, actually. Yes, I agree with you. We cannot teach it for writing. Thank you very much. Thanks for your time. Thank you, sir. Who else? Yes, Mr. Abdulhamid. Hello, assalamu alaikum, doctor. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, it's my pleasure to be with you. Okay, as related to the intonation that already you have discussed the intonation, and there are different types of intonation. In the question, WHT question, you discussed it with us, because some of our colleagues here said that it's unclear. This is what my point. So in WH questions, we use what? Rising or falling intonation? We use rising intonation. Falling intonation. Falling intonation, yes. Yeah, but in WH questions, in questions which we need to give information, okay, we use falling intonation, okay? In yes-no question, we use what? It's rising intonation. Yes, it's normally? Rising. Rising. Rising intonation. And also in some sentence, we use for rising intonation or partial. Yes, there are different types of intonation. There are different types of patterns of intonation, of course. Yes. Thank you very much, Professor. Most welcome. Most welcome. طيب في حد عنده أي استفسارات تانية يا جماعة أو تعليقات؟